مرحبا بكم في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، لكن هذه المرة بنكهة فلسطينية. 9 أفلام فلسطينية اختارتها إدارة المهرجان للمشاركة على هامش دورته 40، والتي تستمر حتى 6 أكتوبر الجاري بمكتبة الإسكندرية. بينها قصة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة التي يرصدها فيلمان، أحدهما وثائقي والآخر للرسوم المتحركة. ما يحدث في غزة الآن مع الصحفيين ومع في الضفة كمان والقدس مع الصحفيين الفلسطينيين والمخرجين وصناع السينما وصناع الصحافة، صار هلا عندنا ما يقارب حوالي 180 شهيد صحفي. بالتالي شيرين هي كانت مش بداية ولا نهاية. طبعا أخواننا الفلسطينيين، لأن هي قضية إنسانية وقضية عربية وقضية عالمية في أي حال من الأحوال. اليوم الأفلام اللي جات أفلام فعلا قوية وجميلة، وآي ثينك حتاخد دور قوي في التحكيم. انت حدثنا عن فلسطين، فلا بد من رصد العدوان على غزة. هذا ما قام به 3 أفلام فلسطينية مشاركة. هي خبرهن على اللي صار ولاجئ ومن أين تأتي الصورة. وبين سجلات التاريخ تجد حكايات العائلات الفلسطينية خلال نكبة عام 1948 حاضرة من خلال الفيلم الروائي القصير بلا جواب. أما المسجد الأقصى المبارك فيروي تاريخه الفيلم الوثائقي الحجارة الناطقة. Through the cinema, I think we can give a message of a hope that this war has to finish as much as possible. وتستمر حكايات المعاناة، وبينها معاناة الأسرى مع التعذيب داخل سجون الاحتلال، ويرويها الوثائقي بعيدا عن الشمس. أما الوثائقي هل تسمعوننا؟ فيرصد واقع مجموعة من الفنانين مع النزوح والخيمة في رحلة البحث عن الحياة. كانت السينما تقدم كل غريب، فصار الواقع أغرب من الخيال. ولا تزال قضية فلسطين تنادي ضمير الإنسانية علّه يستيقظ ويهب لوقف سفك مزيد من الدماء.